ما حكم من بدل ذهبا ملبوسا بذهب جديد ودفع القرض؟ ما يجوز هذا، لا بد يشتري الذهب الجديد مستقلا ثم يبيع الذهب الصمت والردي مستقلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر لما قال له بلال ان اشتري لنا صاعين من التمر الطيب، صاعين صاع من التمر الطيب وصاعين من التمر الردي، قال او عين الربا لا تفعل، اذا جمع بالدراهم ثم اتى بالدراهم جليلة. وهكذا صاحب الذهب الردي مع الذهب الطيب يبيع الذهب الردي اول ياخذ الثمن ثم يشتري الذهب الجديد، اما يبيع هذا بهذا وزياده لا، يعني يتقابل الذهب باقل من ذهب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الذهب بالذهب مثل مثل سواء بسواء وزن بوزن، فلا بد يبيع الذهب بالذهب وزنا بوزن مثل سواء بسواء، لا يكون معقل.